يبدو أن تعليمات وزير التعليم العالي الموجهة إلى مديري الخدمات الجامعية بتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة خصوصا في شهر رمضان لم تصل مسامع مسؤولية بعض الإقامات، حيث يسود امتعاض كبير للطلبة من سوء الوجبات، ما دفع بهم للجوء إلى ديار الرحمة أو مطاعم بديلة على حسابهم الشخصي. بداية تقديم الوجبات على الساعة الرابعة وتنتهي على الساعة الخامسة والنصف، الماكلة تبرد، بك الطالب في رحلة بحث عن وجبة ساخنة، وبالتالي الطالب يتنقل إلى مطاعم الرحمة قصد الظفر بوجبة غذائية صحية تليق بقيمة الطالب. كاين بنات ما عندهمش، كي ما ياكلوش في لاسيتي تما اوبليجي يشرو، ولا مي كاينين بنات مساكن يجيبوا غير المصروف هذاك تاع ترونسبور اللي بعاد كامل. طونالمون نجي من البعيد دونك ما نجيبش بزاف بزاف دراهم، اون بليس نقعد كان جور ولا صح جو قيس نورمال الحمد لله. صح بصح كاينين البنات انا نشوفهم ما عندهمش ميم با جو يجيبوا حق ترونسبور باك. رانا نطالبوا يديرونا اوما ماكله نقيه، فهمتي كيف، اوما حاجه تاكل ماشي حاجة غالية ولا بطاطا، يعني ماهيش مقلية مليح، شغل تلقى قطعات هكذاك فيهم ضربات، يعني باينة ماهيش منقية مليح، ماهيش بطاطا مليحة يعني. امتعاض سجلته التنظيمات الطلابية، خاصة وأن ميزانية القطاع كفيلة بتقديم وجبة تليق بالطالب الصائم. 30% من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي توجه نحو الخدمة الجامعية للأسف الشديد، ولكن لا نرى نفس هذه الضخمة، لا نراها توازي هذه الخدمة، وبالتالي هنا يثير كثير من التساؤلات، الطلبة يثيرون كثير من التساؤلات إلى أين تتجه هذه الميزانية حقيقة ولماذا هذه الرداءة. التناقض المسجل بين الميزانية المرصودة للخدمات الجامعية وبين ما يقدم للطلبة يستدعي مزيدا من الصرامة التي تحفظ للطالب كرامته وتساعده على التفرغ للتحصيل عوض البحث عن ما يسد رمقه.